بعد هيك الأخبار عبر مواقع التواصل أنه روحوا تمونوا وعاصفة وراح تنزربوا بالبيوت وما بعرف شو. أكيد كنا طيلة هالأيام بداية الأسبوع لامبارح عم بيأكدوا لنا بمصلحة الأرصاد الجوية أنه مش هالقد في منخفض. تفاصيل أكثر لما بتكون توضحت الصورة أكثر بيطلعنا عليها محمد كنج، رئيس قسم التقديرات السطحية بمصلحة الأرصاد الجوية. صباح الخير أستاذ محمد. صباح النور، يعطيكم ألف عافية. أنت وأنتو كمان. كمان أكيد معلوماتكم دقيقة 100%، مشان هيك رح ناخدها منكم للناس تطمن كيف رح يكون طقسنا. أول شيء ميرسي كثير على المقدمة. بالنسبة عادة الإشاعات اللي بتتوزع يعني بيكون فيها مبالغة كثير وأشياء قديمة بترجعوا بيوزعوها، الناس صح بتصدق هالأشياء. بالنسبة للطقس الحالي هو طقس ماطر عادي، يعني حتى عاصفة ما فينا نحكي عنه. نسبة سرعة الهواء ما حد تجاوز ال 50 كيلومتر بالساعة، بالعادي نحن عاصفة فوق ال 90 95 كيلومتر بالساعة بنطلق عليها عاصفة، والهواء بده يكون لفترة على القليلة 12 ساعة، يعني عم بضل يعصر وقت وتدني درجات الحرارة، يعني الثلج على القليل يلامس ال 800 متر 1000 متر. يعني هلا بهالأيام يعني أقل من عادي الطقس. صحيح صحيح. هلا إذا بدنا نحكي عن طقسنا، بلشت الكتلة الباردة تقرب علينا اليوم، طقسنا مبلش غائم جزئيا، حيصير عندنا انخفاض بدرجات الحرارة اليوم، انخفاض بسيط، ضباب على المرتفعات، الثلج اليوم على 1007 مش تحت ال 1007 عالي، وممكن يلامس الصبح على 1500 متر. نعم. الخلايا الرعدية هلا على الساحل، تقريبا الساحل الشمالي للبنان، خلال ساعة أو ساعتين بيقربوا على منطقة طرابلس العبدي، هالمناطق بتبلش فيها الأمطار. بالنسبة لبكرة، بكرة حيكون في غزارة بالأمطار صراحة. بكرة ببلش غائم، انخفاض ملموس بدرجات الحرارة، تدخل الكتلة الأشد برودة بكرة علينا وبتغطي المساحة، مساحة الأراضي اللبنانية كلها. حيكون عندنا تصاعد للثلوج على 1005 بالفترة المسائية على 1200 متر. هيدي بفترة بعد الظهر، وحيكون عندنا تصاعد للبرد، ممكن ببعض المناطق تكون في غزارة بالأمطار أكثر من مناطق ثانية. حسب. بس مع ذلك الكميات الأمطار كثير مقبولة ومنا غزيرة كثير يعني. هلا السبت في انفراجات خلال النهار، الأمطار حتتركز أكثر بمناطق جنوبية للبنان، حيكون في برد، الثلج على 1200 متر 1300 متر حيكون. الموجة بتخلص نهار الأحد. أحد وتنين حيكون في برد كثير، يعني خاصة الأحد من فترة بعد الظهر. تنين الصبح حيضرب الشمالي هواء كثير بارد، وممكن يكون عندنا جليد على ال 1000 متر يعني. بالنسبة لدرجات الحرارة اليوم بين 8 و 19 على الساحل، 5 ل 15 بالشبال، من درجتين ل 15 بزحلة بالبقاع. الرطوبة بين 25 وال 65%، ببيروت هلا 50. حال البحر بطبيعة الحال مائج اليوم، حرارة سطح الماء 19 درجة، وساعة شروق الشمس 6:43 دقيقة، الغروب الساعة 4:49 دقيقة. هيدا بالإجمال كل شيء. لك يعطيك العافية أنت وكل اللي عاملين بمصلحة الأرصاد الجوية في مطار بيروت، شكرا لك محمد كنج.